طيب انا هروح برضو لان معانا حد تاني من ابطالنا، نورهان عثمان بطله التزحلق على الجليد من ذوي الهمم، وهي كانت معانا قبل كده برضو في 10 الصبح. يا نورهان صباح الخير عليكي. صباح الفل على حضراتكم. صباح الجمال، واحنا صباح الجمال وصباح الهنا عليكم. حبيبتي يا نورهان بجد مبسوطين بيكي والف مبروك. الله يبارك. وامبارح مشهد جميل. اكتر واكتر. احكي لنا بقى كده احساسك، وكمان الفتره اللي جايه انت ناويه تعملي ايه؟ نورهان عايزه تحقق ايه على الارض؟ خلينا نعرف منك. اولا انا بحب اشكر حضرتك، انت حضرتك استاذ كريم بجد على الضيافه الجميله دي، ومبسوطه جدا جدا. انا سعيده جدا جدا ان انا كنت في الحفله امبارح، وكنت مبسوطه والحمد لله، وكنت في منتهى السعاده بجد. مش قادره اقول لك انا كنت عامله ازاي، وفرحانه، والناس كلها الجمهور كان بيسقف، وكنت فرحانه جدا جدا. وكمان عايزه اشكر المهندسه امل مبدر رئيسه الاتحاد المصري للاعاقات الذهنيه، والمخرج هشام جمال اللي تعبوا معانا الفتره اللي فاتت في البروفات. وعايزه اشكر انعام اختي بجد، لان هي اللي كانت فرحانه بيا جدا جدا، وكل اهلي ومامتي وبابايا كانوا فرحانين بيا جدا، وانا كنت مبسوطه جدا جدا. بصي هو مش اهلك، مش اهلك بس بجد يا نورهان، انا عايزه اقول لك والله من غير مبالغه، معظم المصريين ده ان ما كانش كلنا احنا فرحانين بيكوا، واحنا فخورين بيكوا، وانتوا بتشرفونا. صدقيني انتوا قصص ملهمه جدا، ولما نيجي يبقى عند الواحد مثلا احساس ان هو مش قادر اعمل، مش قادر اوصل لهدفي كذا كذا، بنبص عليكوا ونتعلم، لان انتوا ما شاء الله مثال للاراده، والاراده دي خلي بالك مش عند اي حد. وانت لما كنت معانا كمان في البرنامج انا فاكره احنا كنا مستمتعين، وان احنا بنسمعك وقصه نجاحك، فلا ربنا يوفقك دايما يا رب وتشرفونا دايما كده، وباذن الله تيجي تنورينا مره تانية بقى هنا في 10 الصبح. انا بحب اشكركم جدا جدا، وبحب اشكر اختي انعام، لان هي كانت في منتهى السعاده بجد، كانت فرحانه بيا جدا، وكنت صورنا مع شركه الرايس، خدنا صوره معاه جماعيه، وكنت مبسوطه جدا جدا بجد. يعني عايزه اشكرهم كلهم. انا عايزه اسالك، بالمناسبه يعني لقائكم مع سياده الرئيس، في بقى حديث دار ما بينكم؟ يعني خليني اعرف برضو الرئيس كان بيتكلم معاكم وانتوا بتتصوروا كده، احكي لنا بالظبط ايه اللي حصل. هو كان طيب جدا جدا، وانسان اب جميل جدا جدا، وعمل حاجات معانا كتير جدا، كان بيهزر معانا ويضحك معانا، ولما سالناه سؤال كان مبسوط جدا. وقلت له ايه اكتر امنيه شخصيه حضرتك بتتمناها، وايه اكتر امنيه لمصر حضرتك نفسك تحققها؟ كان قال انا قال كلمه يعني فرحت قوي، فقلت له هو قال لي ربنا يعين، انا عايزه ان ربنا يعين. صحيح بجد والله. انا والله العظيم لما قال كده قلت له ربنا يعينك يا فندم وربنا يديك الصحه، كان فرحان جدا في منتهى السعاده. دي اكتر امنيه شخصيه كان قال، هو كان عمل ايه؟ عمل كده قال دي اكتر امنيه شخصيه. فانا الصراحه كنت سعيده جدا جدا. وفي جمله كمان انا قلتها اللي هي امنيه العامه، ان نفسي ان ما حدش يقول علينا ذوي احتياجات خاصه، ذوي قدرات خاصه، ذوي الهمم، احنا القادرون باختلاف. والله العظيم معاكي حق، تصدقي فعلا ان احنا هنقول قادرون باختلاف، هو ده اللي لازم يتقال. معاكي حق، لان احنا فعلا قادرون باختلاف، واحنا مختلفين جدا بجد. يعني احنا لينا يعني حاجات جميله جدا وسعداء جدا، كلنا كنا فرحانين، مش انا بس، كل زمايلي اخواتي اللي كانوا فرحانين معايا واللي كانوا قاعدين معايا في اسال الرايس، كلنا كنا فرحانين جدا بصراحه. يعني دول انا عايز اشكرهم بجد، اشكر زمايلي بجد، واشكر المهندسه امل مبدا بجد، انا عايز اشكرها جدا جدا، لان احنا تعبنا كتير جدا في البروفات، وطبعا الحمد لله ربنا وفقنا على طول الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، وانا بشكرك جدا، ومزيد يا رب من التالق باذن الله، ربنا يوفقك يا رب. ان شاء الله يا رب. شكرا ليك يا حبيبتي، شكرا جدا. يعني المهندسه امل مبدا طبعا شخصيه ليها دور كبير جدا، ويمكن هي كمان اللي ساعدت في النسخه الثالثه. دلوقتي احنا بنتكلم على دي النسخه الثالثه، طبعا احنا كنا بنشهدها بالامس، في نسختين تموا قبل كده، وهي يعني من الناس المنظمين ليها هذه الاحتفالية اللي بتطلع بشكل محترم جدا، فعلا يليق بمصر. هي ان شاء الله نحاول تكون معانا على التليفون دلوقتي عشان نتكلم عن تفاصيل بقى كتيرة عن الاحتفالية بالامس.